السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على المقابلة المباراة تاع الجزائر مع فرنسا. من ميتا رانا نسمعوا الجزائر فرنسا، راني نقول لكم باللي كاين عصابة سياسية راهي في الحبس، صاي كملنا معاي في الحبس، وكاين عصابة ثانية راهي في الرياضة. أنا كي شدك هشام عبود هذاك الكلب هذاك اللي راه عايش في فرنسا ويعاير في الجزائر، شتو يشكر في ماجر ويشكر في زاتشي. إلا كنت وطني قلبك هو يخبرك، إلا كنت وطني قلبك هو يخبرك، تفيق تحس باللي كاين حاجة، كاين مؤامرة، تشبسكات وتصيب، كاين مؤامرة. هنا نطلبوا قبل ما نبداو، نطلبوا من الرجال الأحرار يلغوا هذه المباراة، وهي إن شاء الله بربي تتلغى هذه المباراة، إن شاء الله بربي تتلغى هذه المباراة، تتلغى هنا في الجزائر، ما تلعبش هنا في الجزائر، بيتروح يلعب في الخارج، يلعب عندهم ولا شو وين تلعب، روح تل أبيب تلعب، هاشتو ما بتحشموش، ما عندكمش الوجه اللي يحشم، ما عندكمش الوجه اللي يحشم، روحوا تل أبيب، ما خاش ما تحشموش، ما عندكمش حياة. والصحافة يجوا معاكم، هاد الصحافة 2001 راحوا لتل أبيب، كاين واحد الصحافيين اللي راهم يبانوا علينا دروك راحوا لتل أبيب، ومنهم هذا عبدو صبار وهذا هشام عبود، وكاين هنا اللي راهم يدوروا علينا شناهم راحوا لتل أبيب. نعطيكم حاجة برك، سعيد بوتفليقة يطلب من زاتشي تنظيم لقاء ودي ضد المنتخب الفرنسي، وزاتشي يمشي في اللعبة، ما الهدف من هذا اللقاء؟ ما هو الهدف من هذا اللقاء؟ ما هو الهدف من هذا اللقاء؟ عليه عصابة تلعب في آخر دقائق، العصابة راهي تلعب في آخر دقائق. أنا نقول لكم كاين صحافيين، كاين قنوات اللي عاطين الولاء للعصابة اللي في الحبس. اي راه واحد يهدر معاكم على بالك، داير ربي في خاطري، خاش بزاف ناس اللي عيطوا لي يقولوا لي شوبير، بصح انا نقول لكم مأمن باش واش تا كاتب لي ربي برك، هذا مك راه معاكم واحد يأمن بربي برك، داير ربي في خاطري. كاني نتكلم كيما هكا، ما هي سهلة وما هي صعيبة، ما هي سهلة ما هي صعيبة. هذه باش نقولها لكم، مباراة هذه اللي راهم ديسيدين عليها، هذه كان هذه راسل، هيا لو راهي راسل سعيد بوتفليقة يطلب من زاتشي تنظيم لقاء ودي ضد المنتخب الفرنسي، وزاتشي يمشي في اللعبة، ما الهدف من هذا اللقاء؟ أنا نطلب من الرجال الأحرار يلغوا هذه المباراة، يلغوها إن شاء الله بربي، هذه المباراة ما تلعبش هذه إن شاء الله بربي، إن شاء الله كونوا رجال أنتم الشعب الجزائري في الفيسبوك اللي عندهم ليباج اللي عندهم، كونوا رجال، الخوف غير من ربي، ما تلعبش هذه البارتية، ما تلعبش مهما كلف الأمر، ما خصناش حنا نلعبوا مع الأفريق. احنا غادي نديرو كاليفيكاسيون نطيحو مع فرنسا مع الالمان مع اسبانيا، غادي نطيحو مع الكاميرون مع السنغال مع الشيشن مع ايمانوانيو، مع غادي نطيحو مع هادو، حنا غادي نطيحو مع هادو. ولا زاتشي بيولي لي غنايدايزر انطلق، هو بالك بيولي غنايدايزر انطلق، ولا بالماضي بيولي لي غنايدايزر انطلق، كاش مكاش بالماضي طايح على راسو معاهم، صايق بالماضي كاش الهضره، بالكم غالطين، هاو بالكم غالطين. هذا زاتشي يطبق واش خلاولو، واش جاب بيها دين بيشن، هذا المحترفين ما يزيدوش يجوا الجزائر، والله واحد ما يجي الجزائر. ما هو السبب؟ انا نحاول السبب، كيفاش اللعابه كانوا يجوا
جا ماندي جا غولام جا بسهولة جا طايدر جا أدم الوناس جا بالناصر بسهولة جاو خلينا محرز في غولي هذو خلونا بالفوضيل جاو هذو بسهولة. علاش اليوم مشاو طايقين يجيبوهم؟ مشي مشاو منجمين يجيبوهم، مشاو باغين يجيبوهم. أنا كي شت أنا شت بالماضي راح الأرامسي عاير اللعابة اللي كانوا في المنتخب الوطني قال لهم طرت مشوشين طرتهم، قالوا له على هذو قالوا ما يدخلوش في المفكرة تاعي، ما يدخلوش في المفكرة تاعي. انت شكون انت؟ ماهيش تاعك انت، غدوة الشعب ينوض يقول لك جيبهم انت ساكريفي انتك تخلص زتشي راه يخلص زتشي دا 200 مليون دا 200 مليون 200 مليار زوج 200 مليار باع الجوارة تاعو باعهم باسم المنتخب الوطني الجزائري، ولا يحطهم ويدي بيع، يحط ويدي بيع. كيما قلنا لكم لو 20 مارس قلت لكم زتشي غادي يرد الاتحاد، يرد المنتخب الوطني سوق اسبوعي للماشيه. صح صرات الحمد لله يا ربي ما كذبناش عليكم. 2017 قلت لكم لو 20 مارس قلت نهار اللي يربح قلت لكم غادي نولوا كل يوم نشوفوا مشكله، كل يوم مشكله، والمنتخب الوطني غادي يولي سوق اسبوعي للماشيه. حط وبيع كيما نعايجي كيما بوداوي، حط وبيع حط وبيع، حط دير له السومه وطقه، دير له السومه وطقه، تشوف تعيا وتنكشف. سعيد بوتفليقة هو اللي طلب هذه المباراة، هو اللي طلب هذه المباراة. هيا لوراي سعيد بوتفليقة يطلب من زتشي تنظيم لقاء ودي ضد المنتخب الفرنسي، وزتشي يمشي في اللعبة. ما الهدف من هذا اللقاء؟ العصابة تلعب في آخر دقائق. أيار واحد انتم حضروا معناي، انا نطلب من رجال احرار اللي رانا دايرين فيكم كونفيونس كبيره، الغوا هذه المباراه، تلغى هذه المباراه، ديروا لنا اهانه، لازم الامن، لازم منا شن نخرجوهم، نخرجو لكم لي بارا في الستاد، ندير لكم لي بارا، شن ندير لكم كل بارا نديرو مع جوار تاع فرنسا؟ حنا فيك عندنا نجوم، حنا فيك عندنا محرز يلعب في مانشستر سيتي، حنا فيك عندنا نجوم. كي نتوما عندكم واحد يلعب مانشستر يونايتد، حنا عندنا واحد يلعب مانشستر سيتي، عندكم نتوما اللي يلعبوا في ايطاليا، حنا عندنا اللي يلعبوا في ايطاليا، عندكم اللي يلعبوا في اسبانيا، حنا عندنا اللي يلعبوا في اسبانيا، عندكم اللي يلعبوا في الالمان، حنا عندنا اللي يلعبوا في الالمان. اي كيف كيف حنا بك هذوك نجوم، هذوك بنيادم، وانتوما هذوك بنيادم تاعكم، كيفاش تقولوا لازم نجي هنا نشوف الامن ونشوف منا ونشوف؟ ما هو السبب طالبوا بالامن في الجزائر؟ ما هو السبب؟ شوف كيفاش هذه اللي سالها لي. الله يعطيك الصحه، الله يطول في عمرك، والله ما تغبن. هاي هضروا معنا هاي لا وراي في السيت الاتحاديه، هاي لا وراي هضروا، وي هاي هضروا رد علينا زتشي. انا قلت لكم عصابه راهي في الحبس، وعصابة ثانية في كرة القدم. أنا كي شدك هشام عبود يدعمه في كرة القدم ويدعمه في زتشي ويدعمه، فقت بين كاينة حاجة. كيفاش هذاك يدافع على ديك العصابة اللي في الحبس؟ كيفاش اليوم نقلب ولا يدافع على كرة القدم ويدافع على زتشي؟ كيفاش؟ وين راه الخلل هنا؟ وين راه النقاط؟ تبع النقاط تفيق باللي بقى فرنسا بقات لها كرة القدم باش يديروا بها فتنة، باش يديروا بها فتنة، باش يكون على بالكم جماعة، باش يكون على بالكم. لازم هذه المباراة نطلب من الجزائري الأحرار، الفيسبوك يطردقوه، يطردق الفيسبوك، لا للمقابلة هذه، ما نلعبوش، نلعب أنا مع لي زوطو، وما نلعبش مع فرنسا. أنا غادي ندير كاليفيكاسيون تاعي في لافريك، ما غاديش نديرها في فرنسا. ما عادش انا مانيش فرنسي، انا جزائري. الى عندكم النيف وتنوضوا، نوضوا ضربه واحده، ما كاش فرنسا ما تدخل، ما تلعبش في ملعب تاع الشهيد، ملاعب تاع الشهداء ما تلعبش فيهم. ولازم الاعلام، لازم هذيك كي اسمها مارسيه ولا ما اسمها، هذيك تاع هذيك الناشئ تاعهم هذاك، ما كاش في الجزائر، ما ينداش في الجزائر. عصابه كانت بيعتنا، والناس يتكمل في المشروع تاع العصابه، ناس في كرة القدم يكملوا، راهم عاطين الولاء
في كرة القدم كاين بعض الإعلاميين اللي مازالوا عاطين الولاء للعصابة لهم في الحبس، يقارعوا غير وين تا الديناصور ينوض وينقلبوا علينا باش ندخلكم لبريسانكم. أما لا، لازم نلعبوا معاهم حتى الدقيقة التالية ونلعبوا معاهم، ما نخلوهمش يديروا واش قال سيادو قالوا له دير. ولازم نضغطوا عليهم، لازم يجيب مواهب جزائريه، يجيب مواهب، لازم هذا زاتشي نضغطوا عليه، وهذا جاما بالماضي لازم نضغطوا عليه. بركونا مسكات جاما بالماضي ما راش يجيب اللعابه غير باي لعاب غير تاع لهنا، لازم نضغطوا عليه ولازم زاتشي نضغطوا عليه يجيبوا مواهب. دبر راسك راك خالص خويا، ما نجبتش وخر، خلي الرجاله اللي تجي هي اللي تجيب مواهب، هذه هي.